مرحبا. يوميا عم نطل عليكم بفقره انفوكس انا ومسيو روجي زكار. اهلا وسهلا فيك. بونجور جايل. اليوم رح نحكي عن تامين العمال الاجانب والدرون. خلينا نركز شوي على تامين العمال الاجانب لانه كل عاده النسوان بيعملوا هيدا الشيء ونحن بنحب راحتنا. سو ابلكيشن كومن فيها تخليكم انتم قاعدين بالبيت تعملوا هيدا الشيء. رح تخبرنا انت شوي اكثر عن التفاصيل. مظبوط. اليوم كل عامل اجنبي لا يقدر يجدد اوراقه وإقامته مجبور يكون عنده تأمين أعمال الأجانب مثل ما مطلوبة من وزارة العمل. هيدي تأمين العمال الأجانب هي بتطبق عندها ذات المواصفات من وين ما أخذتها، يلي هي بتقول إنه العامل الأجنبي عنده هول الشروطات اللي لازم أمدوها. نحن عبر التطبيق شو بيميزنا هلا نحن هلا أنا صرت بالجامعة عم بحكي معك شو بيميزنا نحن شو بيميزنا نحن عن غيرنا؟ نحن يلي بيميزنا إنه اليوم أنت التأمين تبعول العامل الأجنبي فيك تعمليها ساعة اللي بدك وقت ما بدك، توصل لك عندك على البيت بلا ما تتعذبي وتروحي وتجي، وأرخص عجقة سير فتحين طرقات تمسكين طرقات بعد كل هول المشاكل هي بتوصل لك. وأكيد الميزة الأساسية اللي قلتيها هي السعر. أدي السعر نحن حسب إذا العامل إذا مرة أو رجال. نحن الأسعار للعمال للنساء هن 88 دولار وللرجال 139 دولار. أغلى الرجال. أغلى الرجال لأنه المهن تبعيتهم أخطر. بتغطي كافة الجنسيات هيدا الانشورنس؟ هي شو ما كانت الجنسية طالما هو لازم ياخذ إقامة بلبنان لازم يكون معه هيدي بوليسة التأمين. طيب بالنسخة الأصلية مثل ما قلنا على طول بدنا نذكر المشاهدين إنه بتوصلكن أولاً باي ميل وبترجع البوليسة الأصلية النسخة بتوصل على البيت. مزبوط على البيت أو المحل اللي حبيتي توصل عليه البوليسة التأمين. يعني أنت مجرد ما عملتي كل المعاملة على الابليكيشن نحن دخل بنبعث لك كونفيرميشن إنه نعملت بوليسة التأمين وهي هي الصورة الرقمية تبعيد بوليسة التأمين، وخلال يومين توصل بوليسة الأصلية عندك على البيت لتقدميها للوزارة. يعني أسرع من هيك ما في. ما في. والميزة الأساسية سنتجيل أبليكيشن هي بتذكرك قبل بوقت إنه في بوليسة العامل الأجنبي جاي على التجديد. إذا حابب. بيكون صار في حدا يعملها عني كمان حتى على الأبليكيشن. مظبوط. إذا حابب تجدديك بس زر. وكمان توصل لك هلا سنتجيل إن شاء الله توصل لك خلال النهار. إن شاء الله. رح نحكي هلأ شوي عن الدرون انشورنس. بدنا نذكر المشاهدين أنه الدرون هي كاميرا بتصور طائرة من دون طيار. طائرة من دون طيار. أول شيء خبرنا ليه ضروري نعمل انشورنس لهيدا الشيء بلبنان؟ نحن مثل ما بنعرف أنه اليوم كل طائرة من دون طيار أو الدرون مثل ما بيسمون فيهم يأدوا على كتير أذى. يعني إذا السيئ ما عم بيسوقها مزبوط للدرون معقول يفوت بأشخاص، يعني يعمل أضرار جسدية أو يفوت أضرار مادية، يعني يفوت ببنايات بأساس ويعمل أضرار مادية. فاليوم وبهني إيات الجيش اللي هي طلعت بالمبادرة إنه كل درون لازم السائق يكون مرخص ويكون عنده بوليس التأمين. اليوم بالتعاون معهم نحن ابتكرنا بوليس التأمين للدرون، وحال شخص بده يروح يعمل معاملته ليطلع له إذن ليطلع الدرون تبعوله لازم يكون عنده تأمين للدرون. شكرا لك. هيدا كان كل شيء مشاهدينا بفقرتنا لليوم من انفوكس. بنوعدكم انه رح نلاقيكم يوميا والى اللقاء.